لحظة دبلوماسية تاريخية، هكذا علقت صحيفة The Guardian البريطانية على تصريحات وزير الخارجية ديفيد كاميرون بشأن حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية. كاميرون أوضح في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية أن بلاده تنظر مع حلفائها في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية بما في ذلك في الأمم المتحدة. وقال كاميرون أن إسرائيل فشلت على مدى 30 عاما الماضية في توفير الأمن لمواطنيها، وأكد أن السلام والتقدم لن يتحقق من دون الاعتراف بهذا الفشل. من لندن الدكتور محمد قواص، الكاتب والباحث السياسي. دكتور محمد، أهلا بك معنا في استوديو العرب على قناة المشهد. هل بريطانيا تصلح ما أفسدته في فلسطين من خلال وعد بلفور الآن؟ يعني هذا عنوان مقالي بعد يعني غدا أعتقد أو بعد غد. هذا عنوان مقال إلك، يعني قرأت ما في رأسك. لم ينشر، يعني في توارد خواطر في هذا الموضوع. على أي حال، يعني هذه ملاحظة مهمة، وما حصل قبل يومين فقط كان مفاجئا وخارج أي سياق، حتى أي سياق متفائل، أن تقوم بريطانيا بقلب اللعبة على إسرائيل. يجب الانتباه إلى هذه المرة، أن هذا المجتمع الدولي على الأقل يعبر عنه في لندن، يشعر أنه لا يمكن لفرقاء الصراع أن يتفقوا، أن حتى إذا جلسوا على طاولة مفاوضات، وأن هذه الدولة الفلسطينية لا يمكن أن تخلق من ديناميات ثنائية، بل من دينامية دولية تجبر الأطراف بما فيها إسرائيل على القبول بالدولة الفلسطينية. من خلال ماذا؟ من خلال الاعتراف أساسا بهذه الدولة. أما تفاصيل هذه الدولة فيبقى أن يتفق الأطراف بها أو يتدخل المجتمع الدولي. بريطانيا لم، يعني ديفيد كاميرون لا ينطق عن هوى. بريطانيا عندها علاقات تاريخية ممتازة مع الولايات المتحدة، وهي لا تذهب هذا المذهب بدون أن يكون هناك وحدة حال أو وحدة تفكير مع واشنطن. والدليل على ذلك أنه منذ ساعات واشنطن أعلنت أنها بدورها أيضا، يعني شوف الصدفة، تدرس مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية وحتى في الأمم المتحدة. صحيح، وأكسيوس نقل ذلك قبل قليل، وكنت بدي أسألك عن هذه النقطة وأنت أيضا استبقتني فيها. بس السؤال الآن، قال يعني حتى ريشي سوناك بأنه سيتخذ هذا الموقف حتى لو يعني الهيئات الأوروبية الأخرى لم تتخذ هذا الموقف. رئيس وزراء إسبانيا نفس الشيء. يعني اللي أصبح الآن أمامي أو في مخيلتي أنه في كل دولة أوروبية بدأت يعني تأخذ مسار لوحدها، حتى لو الدول الأوروبية الأخرى غير معنية بذلك. ما تفسير هذا؟ في استشعار للخطر الآن في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط؟ الاتحاد الأوروبي 27 دولة، لماذا خرجت بريطانيا؟ بريطانيا دولة واحدة لها حكومة واحدة ووزير خارجية واحد. في الاتحاد الأوروبي في 27 وزير خارجية، وعندما يخرج منسق السياسة الخارجية جوزيف بوريل بموقف معين، بعض الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يعتبرونه موقفا يعبر عن الموقف الكامل لبلادهم. ثانيا، أن الاتحاد الأوروبي أساسا وهذه الدول 27 تسير وفق هذه الضبابية الدولية التي كانت تتزعمها الولايات المتحدة وما زالت في مسألة الموقف من الدولة الفلسطينية ومن إسرائيل. وكما قال الرئيس المصري الراحل الذي كان يعتبر أنه 99% من أوراق الحل في يد الولايات المتحدة، فأوروبا كانت تنتظر هذا الحل الأمريكي القادم. يبدو أن الإشعار البريطاني كان مقدمة، دعني أقول ليس لتبرئة، لكن لتخليص الولايات المتحدة من هذا الجدل، وهي التي بدأت تخوض الانتخابات، وهناك تعددية حزبية، وهناك تعددية داخل الكونغرس، بينما حزب المحافظين الذي يحكم هذا البلد بإمكانه أن يعبر بلسان الولايات المتحدة عما يدور في خلد الدولتين. وأعتقد أن ما جرى أولا بعد زياراته الثلاث، وهو في الزيارة الرابعة يعني ديفيد كاميرون إلى شرق الأوسط، وبعد زيارات متعددة لكل المبعوثين الأمريكيين إلى المنطقة، يبدو أن هناك خلاصة أن الدولة الفلسطينية لن تأتي بين مزدوجين إلا بالقوة. القوة بمعنى أن تعترف هذه الدول بما فيها الدول الأوروبية التي ستكر سبحتها واحدة تلو الأخرى إذا ما تأكد هذا المنح. طيب
طيب في نقطة هيك برضو أنت اللي أثرتها خطرت في بالي بس قبل ما أثيرها، لفتني في تصريح كاميرون يعني والتصريحات البريطانية عندما قيل تسوية لا رجعة فيها، هذا يعني تستحق أن نتوقف عندها هذه العبارة؟ هلا أنا حتى الآن دعنا نكون يعني متواضعين في تحليلنا، ما صدر هو تصريح وليس موقف، لم يكن هناك أي قرار بريطاني قانوني يقول نحن ذهبنا إلى هذه، فهذا تصريح، لكن هذا التصريح خطير، وهو طبعا يذكرنا بالوعد الذي ذهب إليه آرثر بلفور في 2019، وبالتالي لصناعة دولة فلسطينية الأمر يبدأ بتصريح، بعد التصريح أيضا الولايات المتحدة تخرج بشكل مفاجئ تقول نفكر في الموضوع، وستخرج دول أوروبية أخرى، فقط يجب التذكير أن إسبانيا هي الدولة التي سبقت الجميع بالدعوة إلى مؤتمر دولي، وأن إيرلندا وبلجيكا مواقفها الفلسطينية متقدمة جدا، وطبعا فرنسا التي لديها يعني تاريخ طويل منذ شارل ديغول مرورا بفرانسوا ميتيران، لا شيء هذا الأمر يريح. كل ذلك هو رسالة إلى إسرائيل وليس إلى بنيامين نتنياهو أن الأمور تغيرت في العالم، وأن المزاج تغير، وأن عليكم أن تتغيروا لأننا ذاهبون إلى الاعتراف بالدولة. اللي خطر في بالي وأنت تتحدث يا دكتور محمد اللي هو مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كيف المسائل قانونيا راح تتغير؟ يعني الآن التعامل بأن إسرائيل تحتل أراضي محتلة، فيما لو اعترف بها كدولة تصبح إسرائيل تعتدي على دولة معترف بها، صحيح؟ هذا صحيح، وطبعا نحن يداهمنا الحدث، فبالتالي حتى الآن لم نستطع أن نطرح هذه الأسئلة التي تطرحها أستاذ محمد حول الوضع القانوني للدولة الفلسطينية وكيف سيكون وضعها، علما أن الدولة الفلسطينية يعني ممثلة بشكل أو بآخر في الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية، لكن على الأقل السفراء الفلسطينيين سيصبح اسمهم سفراء، لأن بعض السفراء هم مجرد رؤساء لممثليات وليس سفراء، لكن أكثر من ذلك تعاطي العالم مع الدولة الفلسطينية سيجبر إسرائيل على الاعتراف بأنه لا حل إلا بدولة، لأنه يحاولون بإسرائيل أن ينسوا العالم مسألة الخيار الدولة أو مسألة من هذا النوع. على الأقل هذا سيربي داخل النخبة الإسرائيلية وداخل المجتمع الإسرائيلي جيل جديد ربما ليس في الانتخابات المقبلة يتماهى مع هذا المجتمع الدولي الذاهب باتجاه دولة فلسطينية، وهذا أيضا على الأقل كما قال ديفيد كاميرون يعطي أملا للفلسطينيين في الضفة وبغزة أن شيئا ما قادم وعلينا أن نتموضع وفق ذلك. ويمكن يعني دكتور محمد من حجم يعني تلقي هذا التصريح خاصة أنه من بريطانيا وبالنسبة أكيد للفلسطينيين فهم يعرفون تاريخيا ماذا فعلت بريطانيا واليوم تقدم هذا التصريح، السؤال الآن كم سيخلق هذا مواجهة مباشرة مع نتنياهو؟ يعني نتنياهو ومن معه جن جنونهم أمس بعد هذا التصريح. نتنياهو يتسلح بهذا الموقف الضاغط، يقول لن تجبروننا على إنشاء دولة فلسطينية لأن الدولة الفلسطينية تشكل خطرا على أمن إسرائيل، فبالتالي بإمكانه أن يعني ينهل من هذا الحدث لكي يصلب هذه العصبية داخل حكومته إلى جانب وزراء اليمين المتطرف، وبالتالي أيضا بإمكانه التعويل على هذا الموقف ربما الاستثماري في انتخابات محتملة مقبلة، لكن إسرائيل لا تستطيع أن تذهب بعيدا إذا ما تغير مزاج العالم الغربي خصوصا وبالأخص الولايات المتحدة، وهذا شيء خطير جدا بإمكانه أن يؤدي إلى انقسام يعني كبير على مستوى الحكومة الحالية، حكومة الحرب الحالية، وبالتالي منذ 48 حتى الآن لم تتلقى إسرائيل صفعة من هذا النوع، وهذا يعتبر أيضا تاريخي في مسار التفكير الإسرائيلي. سننتظر أيام أسابيع وربما أشهر قبل أن نستنتج الجدل الداخلي في إسرائيل الذي سيجبر إسرائيل على بدء التفكير في كيفية النزول عن الشجرة. هناك من يقول يعني أيضا وحتى كتاب إسرائيليين المتعقلين منهم أنه منذ أن أتى اليمين المتطرف إلى الحكومة وكل هذه الإجراء، يعني اليوم أنت أكيد طبعا بتتابع وبتعرف ما يحدث في الضفة الغربية مثلا، حجم الاستيطان، الاعتداءات على الفلسطينيين، الشوارع حتى لم تسلم، يعني يقول هؤلاء المتعقلون يعني فتحتم أعين الغرب اللي كانت شوي مغمضة علينا على ما نفعله بالفلسطينيين. هذا صحيح، هذا صحيح، يعني هو في تقييمات كثيرة لما جرى منذ 7 أكتوبر حتى الآن
ما جرى أن هذه القضية الفلسطينية، وأنت الأعلم مني، لم تعد قضية العرب الأولى ولم تعد قضية أساسية في هذا العالم، وانشغل العالم بقضايا عديدة في اليمن، في سوريا، في العراق، في لبنان، وفي أوكرانيا مؤخرا، وربما أيضا المواجهة مع الصين الغربية. وفجأة استيقظ العالم على يعني على قضية يحاول تأجيلها سنة بعد سنة وعقدا بعد عقد، وكأنه فورا شعر هذا العالم العربي والإقليمي والدولي أن إنشاء دولة فلسطينية وإنهاء هذا الصراع بلا رجعة أصبح مصلحة للجميع، للعرب ولأهل الإقليم وللدول الغربية التي لم تعد تحتمل أن يكون هذا الموضوع مؤجل إلى إشعار آخر كما تعود. طيب الرأي العام العالمي لعب دور في هذه المسألة؟ يعني اليوم أنا هيك بشوف أنه لم تعش القضية الفلسطينية فترة كما تعيشها الآن، بالرغم من كل شلال الدم والمآسي والنكبات، لكن الرأي العام العالمي اللي أنت تتحدث بجوز أشهر علم أصبح وأشهر كلمة على ألسنة الناس في العالم، لعب هذا دور؟ هذا صحيح. أنا طبعا وحضرتك تعايشت مع الانتفاضات الأولى والثانية، صحيح. وأنا كنت في أوروبا وكنت أشعر كيف أثرت هذه الانتفاضات بالرأي العام الغربي وبالجيل الشباب. يعني فقط للتذكير بأنه ميتيرون استقبل ياسر عرفات عندما كان إرهابيا عام 89، وبعد ذلك كرت السبحة، يعني السبحة أيام جاك شيراك وغيره، وأصبح هناك تطبيع مع منظمة التحرير والاعتراف بها، لكن توقف الأمر عند هذا الحد. وأعتقد أن الرأي العام عاد إلى يعني السيمفونية العادية في موضوع الهولوكوست ودعم إسرائيل. لاحظنا أستاذ محمد هذا الجنون من 7 أكتوبر وما تلا ذلك 8 9 10 11، إلى أن لاحظنا أيضا أن هذا العالم الغربي ارتد على نفسه وبدأ يفكر بشكل بطريقة أخرى، إلى أن يذهب على مستوى ديفيد كاميرون إلى أن يعلن هذا الشيء. للتذكير فقط، ديفيد كاميرون وهو كان زعيما لحزب المحافظين ورئيسا للحكومة البريطانية، وتم استبعاده أو أبعد نفسه عن السياسة منذ أن خسر موضوع استفتاء البريكسيت عام 2016، تم استدعائه، بمعنى أن بريطانيا كانت تريد هذا الوزن الثقيل ليقود الدبلوماسية، بعد أن أصبحت يعني بريطانيا ولندن ذهبت بعيدا في الإفراط في دعم إسرائيل. لكننا لم نتوقع أن هذا الاستدعاء كان الهدف منه أن تأتي هذه اللحظة التي يأتي بها ما أسميته بوعد كاميرون. حلو هي وعد كاميرون بعد بلفور. شكرا لك من لندن الدكتور محمد قواس، الكاتب والباحث السياسي، شكرا لك.